مشاهدينا، هنشوف الأخبار النهاردة إيه. أول خبر معانا، محلب يبدأ مشاورته لتعديل مشروع الموازنة العامة. خلينا نشوف تفاصيل الخبر. بدأ رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب مشاورته لتعديل مشروع الموازنة العامة للدولة الذي تقدمت به الحكومة، ورفض رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي التصديق عليه، حيث التقى وزير المالية بمجلس الوزراء أمس. هذا ويبحث رئيس مجلس الوزراء اليوم ويناقش بنود الموازنة بما يتناسب مع توجهات الرئيس، وأن إجراءات تعديل الموازنة ستأخذ النصيب الأكبر من اجتماع مجلس الوزراء، وأن التعديل سيتضمن إضافة ميزانيات الموازنة الجديدة إلى الموازنة. خلينا ناخد تفاصيل أكتر من دكتور أحمد هارون، الخبير الاقتصادي. دكتور أحمد، أهلا بيك. دكتور أحمد، اديني فكرة الأول عن موضوع رفض المشير عبد الفتاح السيسي لهذه الموازنة. سيادة الرئيس رفض الموازنة دي ليه؟ هو تم إعداد هذه الموازنة على أساس أن نفقات الدولة 807 مليار، وأن الإيرادات 519 مليار، وأن العجز 288 مليار. هذه الموازنة كانت سابقة للتشكيل الوزاري. عندما تم التشكيل الوزاري حدثت مفاجأة، تم إضافة وزارة جديدة تسمى وزارة التطوير الحضاري اللي هي العشوائيات، وتم إضافة وزارة صغيرة تسمى الصناعات الصغيرة، وتم إلغاء وزارة الإعلام، وتم زيادة المعاشات للمدنيين والعسكريين بنسبة 10%. هذا التغير تغير جوهري جدا في الموازنة، فقامت من وزارة المالية بإعادة صياغة الموازنة مرة ثانية. فكانت النتيجة أن العجز وصل ل 350 مليار جنيه، هذا المبلغ كبير جدا. وزارة المالية نفسها لم تقدم ما هي الطرق والوسائل لتغطية هذا العجز، فكان من الطبيعي أن يتم رفض الموازنة بهذا الشكل، ويقوم الآن السيد رئيس الوزراء بإعادة دراسة البنود لمعرفة كيف أولا لتخفيض هذا العجز من 350 مليار الى 280 مليار مره ثانيه، ثم الاجابه على سؤال مهم جدا، كيف سيتم تغطيه هذا العجز؟ نحن لدينا بيانات يعني غير رسميه، لكن اعتقد انها برضه شبه مؤكده، ان منطقه الخليج ستقدم لمصر منتجات بتروليه في حدود 100 مليار خلال السنه القادمه. وبالتالي يظل العجز الفعلي في حدود 250 مليار. ليس هناك إجابة على السؤال كيف سيتم تغطية هذا العجز، ولذلك رفضت طبعا الموت. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد هارون الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا ليك. احنا بنتكلم على عجز في الميزانية، بنتكلم على ديون كثيرة لمصر، وأنا برجو من السادة يعني أصحاب القلوب الرحيمة بمصر، برضو بقول إنه مش دي فكرة إن احنا بنشحت على مصر، لا خالص، ولكن فكرة إن رجال الأعمال اللي بيطلعوا في التلفزيون وعلى الصحف يقولوا احنا هنتبرع بخمسة مليون وستة مليون و و و، انت لو انت عايز تكون مثل وقدوه يحتذى بيها اعمل بقى، مش بس تطلع تاخد الشو الاعلامي والبروباجندا وتقول انا اتبرعت وانت لم تفعل شيء. مصر محتاجه زي ما بنقول من زمان جدا ولسه هنقول، مصر محتاجه للافعال لا للاقوال.